سلسلة حلقات حول البيرة مع ميشيل فرنيني بمسيو غومي. رح نتوجه اليوم ب بعد ما حكينا كيف نقي البيرة، كيف نختارها، كيف رح نحكي عن الدواء، لانه بالنتيجة البيرة بدنا ندوقها بدنا نشربها. صباح الخير ميشيل، كيفك؟ الله فيري جود. دواء البيرة على اساس، على اي اساس؟ تفضل. على اي اساس؟ على اساس انه تقريبا نحن لما بنحب شيء بنضل نشربه، بس اذا بنضل نشرب نفس الشيء صعب بعدين نقدر نميز بين هالشيء وشيء ثاني. فنسبة لإلي بالبيرة، مش بس بالبيرة، بالمبيت، بالجبنة، بالكولكاتس، باللحمة، بحال شيء حلو انه ندوق كمان شيء ثاني هيك نصير اكيد بنصير نعرف شوي اكثر، بنعطي كمان قيمه اكثر للشيء اللي عم نشربه كل يوم. بعدين ما في نفس الطعمه كل الوقت، حسب مزاجك، حسب نهارك، حسب مع مين موجود، وين موجود، يعني الشغله المعود عليها بتتغير طعمتها لانك احساسك تغير. بما انه فعلا احساسنا مش كل الوقت نفس الطريقه، بيكون في شيء عجيب اذا نحن بنشرب دائما نفس الشيء وبناكل كمان نفس الشيء، فحلو كمان نميز وندوق شيء ثاني. يس. فاليوم عندنا هالجبنه هيك كمانينة بيرة، قبل كل شيء بنشوف انه حجمهم بيختلف عن الحجم اللي نحن عادة اشبه لأنين البيض من أنين البيرة المعتادة. صحيح، الكاباسيتي هون بدل ما تكون 25 أما 33 سنتيلتر هدول أنين أكبر. شايفين كمان أنه منهم مسكرين بالسدة اللي نحن معودين لها، بس بسدة تانية اللي بتذكرنا شوي أنينة الشامباني. هلا بتصور انه تاريخيا كانوا يسكروا انين البيره بالفلين قبل ما يجوا سدات الالومنيوم، يعني هاي الطريقه بركي الاصح او تاريخيه اكثر. اكيد هيدا اللي اصح، هي شوي اغلى من الثاني، انه اليوم اكيد رح نعتمد اكثر على شيء كوميرشال، اليوم السعر هو شيء اساسي لما بدنا نختار بيره، لما المستهلك بده يشتري اكيد بنتبه كثير على السعر، كمان مشان نعمل كميات ونكون بسعر معين اكيد عم نروح على السد العادي، لكن لما بدنا نطلع شوي ككواليتي كسعر كمان اكيد بنقدر كمان نشتري انينة بيرة مع فلينة. اوكي، شو بدنا نقول عن هالانينة؟ قبل كل شيء الانينة هي مش بس اذا عم نستعمل هالانينة مش معناتها الانينة هي في جواتها بيرة اطيب من انينة تانية مع السدة العادية اللي نحن متعودين، لا، هذه الانينة هي كمان ماركتينج، اوقات يعني بيكون في بيره ما دو يكون كثير كثير طيبه بحطوها بهيك انينه مشان يعطوها قيمه اكثر، لان لما بدنا نشتري، لما المستهلك بده يشتري بلش يشتري بعيونه، فلما بنحط هيك انينه عاده بنصير عم نعطي لهيك بيره قيمه اعلى، ولكن اكيد اساسي انه بعدين نكمل، معناتها تكون الانينه حلوه، تكون الفلينه حلوه، تكون الاتيكات حلوه، بس اهم شيء انه تكون كمان البيره طيبه، سو بنبلش من هون. هلا في لون الازازه، لانه بنعرف انه البيره من المشروب، يعني مشروب بدك تحميه من اشعه الشمس والضوء، وفي اجمالا بتشوف انينه ميلين للبني، في انينه ميلين للاخضر، شو بياثر او شو يعني شو على شو بيدل لون الازاز من ناحيه الطعمه وشو نتوقع بداخل الانينه؟ هذا سؤال كثير حلو، فعلا ما في فرق بين الانينه اللي بتروح على بني اما اللي على اخضر، اتس مور ماتر اوف تراديشن، اوقات بمناطق معينه بيستعملوا لون، بمناطق ثانيه بيستعملوا لون ثاني، ولكن المهم لما الانينه هي ملونه وهي اكيد عاده غامقه، هي انه تقدر البيره اللي جواتها، اما المبيد كمان لما مبيد، نقدر نحتفظ خاصه من الضوء من الاوفي، فهي بتكون كايند اوف بروتكشن، ولكن بني واخضر ما في ابدا ولا فرق بين بين الاثنين. هلا قبل كل شيء لما نحن بناخذ الانينه عن الشلف لازم نبلش نطلع بالاتيكات، لازم يكون الاتيكات اتراكتيف، بس كمان لازم نعرف نقرا عليها، لازم نعرف عليها مش نشوف باي كاتيجوري بيره نحن عم ننقي. ففي عده كاتيجوريز وهذا الشيء بيكون اساسي. الكاتيجوري هي نسبه لمع شو جابلنا نشرب البيره، بأي وقت، هل بدنا نشرب بيرة ميديتاسيون يعني بعد العشاء نشربها هيك للتصفية، ما بدنا نشرب بيرة مع الأكل، أما بدنا نشرب بيرة بالأبيريتيف، علما أنه الكونسومشن أوف بير يعني هي منا كونسومشن صغير عالميا، يعني نحن أكيد عم نركز كثير على الواين، لمسيو غورمي عملنا كثير حلقات على الواين وصرنا معروفين شوي على التيستينج أوف واين، بس الكونسومشن أوف بير هي أعلى بكثير من طبعا من الامبيد، معناتها عم نحكي يمكن شيء 7-8 مرات اكثر كونسومشن بيره من كونسومشن بيد بالعالم. في مناطق
اللي هي مناطق بيرة وفي مناطق مبيد. نحن بيوروب منروح بالساوث اوف يوروب منروح اكثر على المبيد، بس نورث اوف يوروب منروح اكثر على البيرة. واكيد كل شيء في امريكا، استراليا، لاتين امريكا هي كلها بلاد البيرة. فهذا بيفسر لي في هالسبعة ثمان مرات اكثر بيرة تنشرب من المبيد. بعد وقفة كتير سريعة رح نرجع، رح نفتح قنينة، رح ندوقها سوا، نحن رح ندوقها، رح تفرجوا علينا ورح نحكي عن الاتيكيت كيف نقراها. خليكم معنا. إذا سمعنا بنصيحة ميشيل قلنا خلينا نغير عادتنا شوي، خلينا نجرب نوع جديد من البيرة، بنوصل على مكان سوبر ماركت، محل، دكان إلى آخره، رح يكون في سلسلة قنينة قدامنا على الشيلفز، رح نشوف كل الاتيكيتات، كل الألوان، كل الأشكال للقنينة، كيف نختار؟ قبل كل شيء في طريقتين، هل بدنا نختار بيرة معينة لأوكيجن معينة؟ يعني هل أنا بدي أعمل بير أند واين لنقول، فبدي أشتري شيء لهال الأوكازيون سبيسيال، أما بدي أشتري بدي هيك نوع أشتري شوية بيرة منشان حطهم بالبراد منشان لما بيصير في أوكازيون سبيسيال طلع عنين البيرة. نبلش من هون، فحسب إذا هيك أما هيك بالآخر بدنا نطلع بالكاتيجوري تبع البيرة. في عدة كاتيجوريز بالبيرة، كاتيجوري بيقدر يكون بلد، أوقات حلو واحد يقول أنا جابيلي جارب بيرة من هالبلد مش لأنه أطيب، بس كمان لأن هي نوع من السفر، نغير شوي. البيرة اليابانية مثلا، بيرة يابانية كتير مشهورة. برأيك أي بلد بالعالم بيستهلك أكثر شيء بيرة؟ أي بلد؟ 1 2 إذا كنت تقول أمريكا بس 10 مش أمريكا، أمريكا هو الثاني، أول بلد هو روسيا. الصين. الصين. الصين بيشربوا كثير بيرة بالصين، أمريكا هو الثاني فعلاً. أوكي. أوروبا بتجي far behind لأن أكيد البوبوليشن هي أزرق. فا يس الصين بيستهلكوا كتير بيرة وthey produce a lot of beer أكيد. فمنبلش نقول كاتيجوري من أي بلد. بعدين منيخد نطلع بالأنين، نطلع بالإتيكات. بالإتيكات هي راح تقلنا إذا هي industrial beer أم artisanal beer. مش معناتها الارتيزانال أطيب من الindustrial، ولكن كمان الارتيزانال أوقات كتير منها كتير كونستانت بالكواليتي، بتغير من production للتاني. فكمان بلكي بيكون فيها ديبو معين بقلبها، يعني ما تحسها بنفس مش فلتر مثل اندستريال برودكت. صحيح. هلا في اندستريال منهم فلترد وفي ارتيزانال فلتر، ولكن اوقات كثير فعلا الارتيزانال منهم فلتر، فهذا كمان بنشوفه بعدين بالتيستينج. فمنبلش نقول انا بدي يمكن من بلد معين، اما بدي كاتيجوري معين. أوكي. مثل ما قلنا في اربع الوان بيره، اللي هي البلوند، البيضة، الحمراء والسمراء. اوكي، معقول انا اكون بدي واحدة اكثر من اشرب واحدة اكثر من ثانيه، معقول بدي نوع. بعدين في الديجريز اوف الكول، هل انا بدي بيره مع كثير الكول اما بيره بدون كثير الكول. بتطلع على الاتيكيت برامين البروديوسر، اللي هو بروديوسر بيصنع بيره من 100 سنه اما من 4 سنين 6 سنين. حلو نقرا الاتيكيت، شوف شو هي الانفورماسيون. الانفورماسيون اللي كمان تنحط على الاتيكيت هي النوع اوف مالت، اللي هي نحن عم نستعمل حاطين اسم الشعير، لان في كمان هون كاتيجوريز بتعطينا كثير انديكيشن. هل حاطين كمان اسم الابلون اللي مستعملينه؟ هذا كمان بيعطينا اتس ان انديكيشن اوف كواليتي. وانس قررنا شو هي القنينه اللي بدنا نشتريها واخذناها، بدنا نعرف كمان ندوقها. فكيف مندوقها؟ نبلش نفتحها. انا برايي البير نفتح القنينه اللي بايدك، شو رايك؟ يلا نفتح. 6.5 بتتراوح كيف؟ تفضل. كيف تتراوح نسبة الكحول بالبيرة؟ يعني من نسبة واطية لعالية؟ مزبوط. يعني الفرق عالي. فتح هدي خضيتها كتير بالسيارة، بس كان في إصبعي عليها، which means أنه كانت يعني تتراوح بين الثلاثة والعشرينات تقريبا. هي بتبلش من يمكن بالأربعة تقريبا، وبالضم تقدر تطلع لل 13 14 17. اوكي، بتقدر تطلع كثير. ما بنقدر نقول انه البيره هيدي هالقد الكول، معقول تغير كثير. نحن هون حطينا بيره ما بينها كثير منشان نقدر نعمل، ما بينها كثير الكبايه منشان نقدر نعمل تيستينج. بلش قبل كل شيء كان في الصوت، مهم نهتم على بالصوت. هون كان في صوت البوشون اللي هو دائما صوت عيد اذا بدنا، حلو بيعلن بدايه الحفله. بعدين كان في الصوت كيف سكبنا هالبيره بالكبايه، هذا كمان بيعطينا انديكيشن هاو ماتش فاتي اما ليكويد ات از. بعد هالبارت اللي هي الساوند بنبلش
نشوف البيرة. نحن هون بنبلش نشوف الموس تبعها، بنشوف انه الموس هي هون ناعمة، من ناعمة لميديوم، هذا كثير مهم قد ايه الجران قد ايه هي سميكة الموس تبعها. بنشوف انه كمان كثير بيرسيستانت، يعني من وقت ما سكبناها لهلا تقريبا حافظت حافظه على نفس الفوليوم. هذا كمان هو شيء تيبيك لما الموس هي ناعمه عاده نحتفظ فيها اكثر. بعدين بنطلع بلون الموس، الموس لونه هو تقريبا على ابيض. من الموس منتقل على البيره ك ك كليكيد جون، هون شايفينه على اصفر لون الباي ذهبي شقره. هون اكيد هيدا ذيس از ما في اي التباس بالامر، ما في شك، مش بس كان مكتوب على الاتيكيت ولكن نحن شايفينها هون لونها شقره. هل مهم نشوف الترانسبرانس تبعها قد ايه ترانسبرانت. نحن هون بنشوف انه فلترد بس ما كثير، فيها شويه رموز جوا، بعد في شويه خميره. من الفيجوال اناليزيس بنروح على الاروما، من شمها انا حاسس ريحه بيره بس اذا بتنتبه على البير، اذا بتشرب كثير بيره، اذا بتنوع شوي، بتلاحظ انه في عندك هون سم اكزوتيك فروتس. انا حاسس سم اناناس، بابايا، فري لا باسيون، عن بعيد بتحس كل الاروما. يو هاف تو تيست ماني بيرز، بتشوف انه بعدين بكل بيره في عندك سبيسيفيسيتي. من هون نقدر ندوقها كطعمه، لان دوقها كطعمه كثير مهم انه نعلي الالبو منعلي منشان ما نكون عم نشرب بس الموس، بس نشرب كمان الليكيد. نعملها شوية أكسجيناسيون بالتم. الحرارة كتير مهمة. الحرارة عادة البيرة لما ما عندها كتير أمبيشن من بردها كتير، بس لما بيصير عندها أمبيشن قد ما بتصير كمان عادة لما تصير أغمى من بتصير أقل شوي باردة. ما بعرف شو عم تشربنا، بس في طعمة إكزوتيك، في برفيوم أنا بحس كتير إكزوتيك. ما بعرف إذا هلأ أنا حسيت كمان طعمة فاني، شوية فاني كاكاو، كتير بسيطة، كتير ناعمة ولكن موجودة. فهيدي آخر بارتي اللي هي بالطعمة، بنكون كمان بيكون عندنا سنساسيون ريترو أولفاكتيف، بنكون عم نشمها من جديد بس عم نشمها من التم، وتعطينا كمان كونفيرماسيون من اللي شميناه بالأول إذا هو كان مزبوط أم لا. I think it's fantastic beer. Great. Cheers. Cheers ميشيل. Cheers لكل المشاهدين. هيدي كانت فقرة مسيو غوميرا اليوم. بريك قصير، برجع بلاقيكم بمشوار.